السلام عليكم. والله ان شاء الله فرحانين والحمد لله، وراح نرجع ان شاء الله على بيوتنا، وان شاء الله نرجع مرتاحين وخلصنا من هذا الظلم والحمد لله. ها حمد ان شاء الله راينا ان شاء الله يرجعون مثل قبل واحسن، كل من يرجع المكان والكل مثل الاخوه، ما في فرق بين مسيح وبين مسلم وبين يزيدي وبين عرب وكراد وسنة وشيعة، الكل يرجعون أخوة وإن شاء الله. يعني ما بيت انقصف من قبل طيارات التحالف، انقصف كان بيه دواعش، انقصف من قبل القوات التحالف، فوقع بيت مال الطابق الثاني، وقع على الطابق الارضي ما يحويني انا والعائله مالتي. ابقى هنا حتى ما شويه يصير امان ان شاء الله زين، واروح اعمر بيتي وان شاء الله.